يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الشياطين كما أنها تحب الروائح الخبيثة فإنها تنفر من الروائح الطيبة، وأن الملائكة عكس ذلك. السؤال: هل يؤخذ من هذا أن تبخير البيت بالعود والروائح الطيبة تنفر منها الشياطين، أم يكون هذا ذريعة للشرك؟ لا، ما هو ذريعة للشرك، هذا طيب. استعمال الطيب في البيوت، في المكاتب، في أي مكان، في الثياب، أمر مطلوب. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب هذا من صفات الأنبياء والمرسلين، ومن صفاتهم استعمال الطيب، ومن خصال الفطرة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم.